مرحبا للكل، هيدا الفيديو مخصص للصف الثانوي الثاني الفرع العلمي. هيدا الجزء الرابع من الفصل الثالث الجدول الاقتصادية. اليوم رح نشرح الجزء المتبقي من الفصل تحديد عتبة الربحية. حصتنا اليوم رح تتضمن الطريقة الأخرى لدراسة الجدول الاقتصادية عن طريق تحديد عتبة الربحية. رح يكون في تطبيق على الطريقة الجديدة ورح يكون في فرض. لدراسة الجدول الاقتصادية هناك طريقتين. الطريقة الأولى احتساب القيمة الحالية لدفقات السيولة في زيرو يلي سبق وشفناها بالحصص السابقة. الطريقة الثانية احتساب عتبة الربحية يلي بدنا نسميها كيو زيرو. قبل ما نبتدي نشرح عتبة الربحية، بالنسبة لاحتساب القيمة الحالية لدفقات السيولة في زيرو عندما تكون الدفقات المالية غير متساوية يستعمل طريقة الجدول، أما عندما تكون الدفقات المالية متساوية يتم استعمال طريقة القاعدة. ما هي الطريقة الثانية لدراسة الجدول الاقتصادية أي عتبة الربحية كيو زيرو؟ عتبة الربحية هي كمية الإنتاج اللي بتحقق للمنشأة الربح المعدم أو ربح صفر، أي ابتداء من هيدي الكمية بتبتدي الشركة تحقق ربح. يعني أي كمية إنتاج أعلى من عتبة الربحية بتحقق لها ربح للمنشأة، وأي كمية إنتاج تحت عتبة الربحية بتحقق لها خسارة للمنشأة. يعني فينا نعتبر أنه عتبة الربحية هي بمثابة معيار للمنشأة لتقدر تعرف من أي كمية بتبدأ بالربح. يتم احتساب عتبة الربحية عبر استعمال القاعدة الموجودة أمامنا. Q0 تمثل كمية الإنتاج التي تشكل عتبة الربحية بالوحدة، F تمثل الكلفة الثابتة الإجمالية بالوحدة النقدية، PM تمثل سعر المبيع بالوحدة النقدية، و V تمثل الكلفة المتغيرة الوسطية بالوحدة النقدية. التطبيق الموجود قدامنا رح يسمح لنا نعرف كيف نقدر نستعمل القاعدة Q0 ونحتسب عتبة الربحية. أكيد لاحتساب عتبة الربحية علي أنه يكون عندي F, PM و V. F أي الكلفة الثابتة الإجمالية، PM أي سعر المبيع، و V أي الكلفة المتغيرة الوسطية. مثل ما لاحظتوا بالتطبيق الكلفة الثابتة الإجمالية ما عندي، هي عندي الكلفة الثابتة الوسطية، فعلي أنا أحتسب الكلفة الثابتة الإجمالية يلي هي بتمثل الكلفة الثابتة الوسطية ضرب كمية الإنتاج يلي بتطلع عندي 379,600. أما بالنسبة لسعر المبيع يلي هو 800 وحدة نقدية. بالنسبة للكلفة المتغيرة الوسطية يلي أنا ما عندي إياها بالتطبيق علي أني أحتسبها، هي بتمثل الكلفة المتغيرة الإجمالية على كمية الإنتاج أي 540 وحدة نقدية. الرقم اللي لازم يطلع عندي عند احتساب عتبة ربحية هو بالوحدة، أي هو كمية، يعني لازم ما يكون بالرقم فيه فواصل، وفي حال كان عندي بالرقم فواصل بتاخدوا الرقم ليكون أو أكبر أو أصغر حسب شو عندي من بعد الفاصلة. أما بالنسبة لجواب عتبة الربحية بهذا التطبيق اللي هي 1460 طن، يعني أي كمية أكبر من 1460 أي 1461 1462 هي الكمية اللي بتحقق ربح للمنشأة، وأي كمية أصغر من 1460 يعني 1459 وما دون هي الكمية التي تحقق للمنشأة خسارة. هيدا تطبيق صغير بتمنى منكم تحلوه للمرة المقبلة، وأي سؤال عندكم ياه بتمنى تسألوني ياه، وأنا بشوفكم بالحصة المقبلة.